اوكي، الانستوليشن سي دي تعمل بوت منها. اوكي، هو بيبدأ لوحده بعد يعني كذا ثانية، او بدوس انتر على اول اختيار. اللودينج للانستوليشن. طبعا في اللودينج، في مرحلة اللودينج الأول بيتعمل تشيكس على الهاردوير لاير، فممكن يعني ما بتستغرقش وقت كبير. اوكي، البري تشيكس خلصت خلاص، ودي أول سكرين بنضغط فيها، بنضغط انتر، ودي لايسنس اليوزر اند يوزر لايسنس اجريمنت، بندوس في 11. اوكي، هنا احنا بنختار الاستورج اللي يتعمل عليه الانستليشن. فزي ما قلنا ان السيرفر ده equipped باتنين هارد ديسكس، واحده للانستليشن حجمها 8 جيجا زي ما احنا شايفين، وواحده 50 جيجا بايتس. احنا هنختار اول هارد ديسك اللي هي 8 جيجا، ندوس انتر. بعد كده بنختار اللانجوج اللي طبعا الديفولت بالنسبه للكيبورد، ونكتب باسورد للروت ادمنستريتور. الروت ادمنستريتور هنا اللي هو بمثابة اللوكال ادمنستريتور، يعني للروت اكاونت عفوا، اللي هو الادمنستريتور اكاونت على الاس اكس اي هوست، اسمه روت. اوكي، هو طبعا لان انا بعمل انستوليشن يعني في فيرتشوال على فيرتشوال في اللاب هنا عندي، ف طلعت لي المسج دي بان الهاردوير اتس نوت كومباتبل، لكن هي مسج وهميه يعني، احنا نقدر نستمر عادي خلاص في البرودكشن. المفروض ما هي ما تطلعلكش يعني، طالما انك متاكد ان الهاردوير اللي عندك كومباتبل مع اديشن الفي سفير اي 6 اي اللي انت بتعملها انستوليشن، فانا هتجاوزها. اوكي، هنا بيطلب كونفرميشن على انه يبدا الانستوليشن، نضغط اف 11 عشان يبدا الانستوليشن. انا هوقف التسجيل لحين ما البروسيس دي تخلص. اوكي، الانستوليشن بروسيس خلاص خلصت، وندوس انتر تو ريبوت، وهيريبوت السيرفر ويبدا البوتينج للاي اس اكس اي. اوكي، زي ما احنا شايفين هنا لودينج VMware ESXi، واللودينج سيكونس يعني او لودينج بروسيس شبيهه باللودينج للانستليشن ميديا. نفس الكلام، بيبتدي يعمل تشيكس زي ما احنا شايفين فوق هنا، مكتوب اهو الفيرجن VMware ESXi 6.5، مكتوب عندي البروسيسور، مكتوب عندي الرام اهو 8 جيجا. اوكي، كده البوت خلص. ده اللي بيظهر على الشاشة بعد ما البوت بيخلص. طبعا التحكم في سيرفر الاي 6 اي ليه اكتر من طريقة يعني. مبدئيا الانترفيس اللي احنا شايفينه ده، الشاشة دي كده، دي اللي بنشوفها لما بنكون موصلين شاشة وكيبورد على السيرفر دايركتلي يعني، كي في ام او ريموت كي في ام، ده اللي احنا بنشوفه. اوكي، وتعاملاتنا مع الانترفيس ده بتكون في الاغلب يعني في اول حياة الاي 6 اي هوست، او لما بيكون مطلوب ان احنا نجري اي تغييرات مثلا في النتورك او حاجة، يعني لو في تعديلات ما اقدرش اعملها من انترفيس اخرى فبعملها من هنا. الانترفيس ده اسمه دي سي يو اي، من باب العلم بالشيء يعني، دي سي يو اي اختصار دايركت كونسول يوزر انترفيس. احنا من خلاله طبعا التحكم اللي هو اليومي يعني، والاستخدام اليومي للاي اس اكس اي بيكون من خلال الويب براوزر.
الويب براوزر هي الطريقة الوحيدة، هو ليه ويب كونسول هي الطريقة الوحيدة اللي بنقدر من خلالها بقى ان احنا او يعني الرئيسية خلينا نقول اللي احنا من خلالها ننشئ فيرتشوال ماشينز وهكذا، اللي هو اليوزر فريندلي انترفيس هو ويب انترفيس. بيكون من خلال اليو ار ال اللي مكتوبة هنا دي، طبعا الديفولت للاي اس اكس اي انه بيكون مظبوط دي اتش سي بي، انا في عندي دي اتش سي بي سيرفر، فهو بالفعل سحب اي بي ادرس اللي هو الاي بي ده تمام، بس احنا هنديله اي بي تاني خالص اوكي، يعني ستاتيك اي بي يستحسن ان يكون ستاتيك اي بي، وده ودي اليو ار ال اللي بندخل بيها، ده الاي بي في 6 الاي بي في 6 ادرس. طيب خلينا نبتدي ندخل عليه، فبندوس F2 زي ما هو باين تحت على يسار الشاشة، ندوس F2 علشان نعمل لوجين عليه. هيطلب مننا اليوزر نيم اللي هو روت في المعظم، وفي مراحل متقدمة شوية من الكورس هعرفك ازاي تقدر تستخدم يوزر اكاونتس تانية. اوكي روت، والباسورد اللي كتبناها في الانستوليشن اوكي. احنا نقدر نعمل مجموعة من التعديلات، ان طبعا اقدر اغير الباسورد اوكي، اقدر اكونفيجر نتورك، اقدر اعمل تشوف الترابل شوتينج اوبشنز. احنا بداية هنعمل هندي للسيرفر ده اي بي ادرس تاني، فهنيجي على كونفيجر مانجمنت نتورك وندوس انتر. اوكي نتورك ادابترز، دي كروت النتورك بقى اللي راكبه في السيرفر، دول 8 كروت زي ما كنا عارفين. السيرف الكارت بيبقى اسمه في ام نيك، يعني في ام وير كترمينولوجي، في ام وير ترمينولوجي بيسموا كارت نتورك الفيزيكال كارد اسمه في ام نيك. الكارت رقم واحد بيبقى اسمه زيرو، في ام نيك زيرو 1 2 3 4 لحد 7، فدول كده 8 كروت. وانا فيزيكالي موصل اول كارت في السيرفر بس هو اللي واصل بالسويتش، وباقي الكروت دي مفصوله دلوقتي لحد ما يجي وقته يعني، وهنكونفيجر كل الكروت دي ان شاء الله. هو اللي متعلم عليه جنبه اكس ده، فده معناه ان هو حاليا هو اللي يواصل بالمانجمنت انترفيس، وهنعرف بعد كده ايه المانجمنت انترفيس، يعني المانجمنت انترفيس للسيرفر. ندوس سكيب عشان نطلع من الشاشه دي. الفيلان اوبشنال، لو ان انا المانجمنت عندي على فيلان معينه فهكتب رقم الفيلان. احنا على الديفولت دلوقتي مش هنكتب هنا اي ارقام للفيلانز، فهنسيبه زي ما هو وندوس سكيب. اوكي دي الاي بي فيرجن 4 كونفيجريشن، وفيرجن 6 تحتها، والدي ان اس، و اديفاين هنا دي ان اس سافكسز. اوكي احنا هنكونفيجر الكلام ده كله بس بعدين، خلينا في الاول نحدد اي بي فيرجن 4 ليه. هو متساب الديفولت على انه دي اتش سي بي، فاحنا نختار اخر اختيار انه احنا نسيت فاليو، نسيت ستاتيك اي بي فيرجن 4، وهنكتب الاي بي هيكون 10.101.10.100 اوكي. ده كده اول سيرفر، السبنت ماسك مظبوط، والجيت واي عندي مظبوط، هو كده كده كان واخدها من ال دي اتش سي بي. ادوس انتر، مش اسكيب، ادوس انتر. هو كده على اليمين هنا زي ما احنا شايفين بقى مكتوب السيتنج الجديده، بس هو محتاج يعمل سيف. اوكي هندوس هنحدد الدي ان اس بس خليها بعدين عشان نشوف كل حاجه مع الموضوع بتاعها. هندوس سكيب علشان يسيف الكونفيجريشن، هيسالنا هل اسيف ولا لا، بقول له يس، بدوس واي عشان اسيف. اوكي خلينا نعمل بينج على السيرفر، ممكن نعمل بينج عليه نتاكد ان انا قادر اوصل له. اوكي بينج هو 10.101.10.100. اوكي تمام مظبوط. اوكي اوكي بكده احنا وصلنا لاخر الفيديو، فيديو رقم 3. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبتدي نتعامل بشكل مباشر مع الاي اس اكس اي، هناخد كده زي جولة سريعة في الكونفيجريشن للـ SXI، ومن الفيديوهات اللي جاية بعد كده نبتدي ننشئ أول فيرتشوال ماشين لينا وهكذا وهكذا. ابتدينا يعني نقرب من كل ده، لسه احنا على الهادي يعني، هنبتدي ندخل في الجد ابتداء من يعني الحلقات اللي
والليله اللي جايه ان شاء الله ندخل في تفاصيل اكتر. شكرا لحسن استماعكم، واسف لو طولت عليكم، واتمنى يكون يعني اكون قدرت اوصل المعلومه ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.